بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا حول علامة من علائم الإمامة وهي ان مواريث الانبياء وكذلك سلاح رسول الله محمد صلى الله عليه واله موجوده عند الائمه عليهم الصلاه والسلام يتوارثها كل امام لاحق من امام سابق وهذا قسم منه تشريف إن الله سبحانه وتعالى شرفهم بذلك، وقسم منه لأن الله سبحانه وتعالى أجرى على تلك المواريث، أو بواسطة تلك المواريث المعاجز، فجعل بعض تلك المواريث وسيلة للولاية التكوينية. الله عز وجل قادر على أن يصنع الأمور من دون أسباب، لكن حكمته اقتضت أن يجعل أمور هذا الكون طبقا للأسباب والمسببات سواء الأمور الطبيعية أم الأمور الغيبية. الله سبحانه وتعالى قادر على ان يقبض ارواح جميع العباد مباشرة، لكن الحكمة اقتضت ان يوسط في ذلك ملك الموت غالبا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا من الاسباب الغيبية. الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق الانسان من دون ابوين كما خلق ادم وحواء لكن حكمته اقتضت ان يخلق الانسان بواسطه الابوين الا في حالات استثنائيه كحاله ادم وحواء وحاله عيسى الله سبحانه وتعالى قادر على ان ينزل النصر من دون واسطه الملائكه لكن في بدر أنزل النصر بواسطة الملائكة، قادر على أن يعذب الأقوام مباشرة من غير واسطة، لكن عذب قوم لوط بواسطة الملائكة وكذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يزيل سحر السحرة من دون واسطة. لكن جعل ذلك عن طريق العصا. وهكذا سائر الامور. فالله سبحانه وتعالى اراد ان يعطي الولايه التكوينيه التي اعطاها للانبياء الماضين لكل واحد منهم جزءا منها اراد ان يعطيها مجتمعه الى رسوله محمد صلى الله عليه واله فالوسائل التي شاءت حكمته بإجراء تلك المعاجز والولايات التكوينية عبرها أورثها رسوله محمدا صلى الله عليه واله ومن بعده وصلت إلى الأئمة واحدا بعد الآخر. ولذا ألواح موسى التي فيها العلم التوراة هذه وصلت إلى الرسول ومنه إلى الأئمة. عصا موسى التي فيها القدرة والولاية التكوينية في جانب من الجوانب هذه وصلت الى الرسول محمد ومنه الى الائمة. خاتم سليمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة لتسخيره الرياح ولتسخيره الجن والطيور، هذه وصلت الى الرسول محمد صلى الله عليه واله ومنه الى الائمة. الطشت الذي كان يقرب موسى قربانه فيه هذا ايضا كذلك وصل الى الرسول ومنه الى الائمه زين هناك امور كانت خاصه برسول الله محمد صلى الله عليه واله من جملتها بعض الاسامي العظمى لان الله سبحانه وتعالى كما مر له ثلاث وسبعون اسما من الأسماء العظمى هذه الأسماء التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة للولاية التكوينية فأعطى أنبياءه بعضا من تلك الأسامي أحدهم أعطاه حرفان منها وبعضهم أعطاه أكثر وجمع اثنين وسبعين واحدا من ثلاثة وسبعين فأعطاها لرسوله محمد صلى الله عليه وآله والرسول محمد ما كان يستفيد من هذه الأسامي في كل الأمور لأن المعجزة واستعمال الولاية التكوينية هذه لها حالات وهذه الحالات حاله استثنائيه، لكن احيانا لمصلحه كان يستعمل هذه الاسامي. الاسم الاعظم الذي كان اعطاه الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد، وكان من خصوصيات ذلك الاسم انه اذا استعمله الرسول صلى الله عليه واله تغلب على المشركين. ما كان يصل ضرر من المشركين الى المسلمين. إذا كانوا يرمون المسلمين بسهامهم ما كانت تلك السهام تصيب المسلمين حينما يتلفظ الرسول صلى الله عليه واله بذلك الاسم الأعظم لأن حروب الرسول كما ذكرنا فيما مضى وكذلك سائر أموره كانت حسب الموازين الطبيعية لكن حالات استثنائية كانت هناك معاجز من جملتها في بعض الأحيان الرسول صلى الله عليه واله كان يتلفظ بالاسم الأعظم فما كانت خسائر تصل إلى المسلمين، لحكمة الله سبحانه وتعالى شاءها، أنت لما نشوف بالظاهر تشوف قتال بين المسلمين والمشركين، لكن لا خسائر في صفوف المسلمين في بعض الغزوات، كان ذلك من بركة هذا الاسم الأعظم. الذي كان يتلفظ به الرسول صلى الله عليه واله ونظير ذلك الرمي في الايه الشريفه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الرسول صلى الله عليه واله في احدى الغزوات رفع قليلا من التراب بكفه ثم رماه في وجوه المشركين الحربيين وقال شاهت الوجوه فبعد ذلك لم يرى المشركون طريقهم وكان ذلك سببا لانتصار المسلمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كذلك بالنسبة إلى ما كان يرميها المشركون على المسلمين أحيانا وهذه حالة استثنائية كما ذكرنا لماذا نقول حالة استثنائية لأن الله سبحانه وتعالى جعل أنبياءه أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جعل ابراهيم والذين معه اسوة، جعل سائر الانبياء اسوة، جعل الائمة اسوة، اذا كان كل امورهم على حسب خلاف الموازين الطبيعية، على حسب الاعجاز، ما كان يكون لهم جانب الاسوة، تقول هذا انسان بالمعاجز فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، نحن لا نتمكن ان نقتدي به لاننا لا نمتلك تلك المعاجز. فلذلك حيث ان الله سبحانه وتعالى شاء ان يكون اسوه امورهم كانوا يسيرون فيها بشكل طبيعي حسب الاسباب والمسببات الطبيعيه احيانا وبحاله استثنائيه. هذه الحاله الاستثنائيه لا تنافي كونهم أسوة كانوا يستعملون ولايتهم التكوينية كانوا يستعملون المعاجز لأن الله سبحانه وتعالى كان يريد ذلك فلذا أنت لا تقول أنه أنا لا أتمكن من الاقتداء بالرسول لا أتمكن من التأسيب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا أتمكن من اتباع على الأئمة عليهم السلام لماذا؟ لأنهم معصومون لأنهم أمورهم كانوا يجرونها على حسب المعاجز، يقال لك صحيح أنهم معصومون لكن قل إنما أنا بشر مثلكم. أنا بشر وأتصرف كما يتصرف سائر الناس ضمن الموازين العادية. فالتركيبه تركيبه بشريه، صحيح هو معصوم، صحيح هو عالم، صحيح هو له الولايه التكوينيه، وله الولايه التشريعيه، وله كذا وكذا وكذا من الفضائل، لكن حينما كان يتعامل، يتعامل كما يتعامل سائر الناس، يعني ياكل، يشرب، يغضب، يفرح، يتزوج، كل ذلك ضمن الإطار الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ونتمكن نحن من أن نتبعهم وأن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم في ذلك الإطار ولذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول كما في نهج البلاغة فليتأسى متأسن بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكه لاجل هذه الحاله من ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يكونوا اسوه وان نقتدي بهم، لذلك حاله استعمالهم للمعاجز وللولايه التكوينه كانت حاله استثنائيه. رسول الله صلى الله عليه واله، صحيح في غزوه بدر جاءت الملائكه ونصروا المسلمين، لكن الرسول حسب الظاهر اتخذ جميع الاجراءات الحربيه لكن المشركين كانوا اقوى اكثر عددا، اكثر عدة. المسلمون كانوا مستضعفين، اقل عددا، اقل عدة. اذا كانوا ينهزمون في معركة بدر وكان يقتل الرسول وخلص اصحابه كان ينتهي الاسلام. لذلك صار تدخل غيبي لألا ينتهي الاسلام لان الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. جعله خاتمة الاديان. الشرائع خاتمه الرسل فاراد لهذه الشريعه ان تنتشر في كل ربوع الارض اذا كانت في معركه في غزوه بدر اذا كان الرسول يقتل والمسلمون يقتلون كان ينتهي الاسلام. في غزوه احد الله سبحانه وتعالى ايضا وعدهم بالنصر. اذا الله سبحانه وتعالى وعدهم وعدا بشرط ان تصبروا وتتقوا. هزيمتهم ما كانت تسبب القضاء على الاسلام هم خالفوا الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لهم ان مخالفتكم للرسول صلى الله عليه واله تؤدي لكم بكم الى نتائج كارثيه لكن الاسلام لم يزل بقي الاسلام، بقي الرسول لذلك الله سبحانه وتعالى لم يتدخل غيبيا في تلك الحاله حتى تبقى حاله الاسوه للرسول وحتى يتربى المسلمون تربية صحيحة. إذا الرسول صلى الله عليه واله في بعض غزواته استعمل المعاجز وما رميت إذ رميت. الله سبحانه وتعالى أرسل مجموعة من الملائكة في بدر لنصرة المسلمين، لكن هذه حالات استثنائية. الرسول حسب الظاهر كان يعمل حسب الموازين الطبيعية. زين. أيضا سلاح الرسول صلى الله عليه واله. هذا السلاح يعني سيفه علامه حربه، درعه، مغفره الذي يوضع على الراس، رايته هذه كلها اعطاها الرسول صلى الله عليه واله لامير المؤمنين علي عليه السلام حين وفاته. وبعد ذلك تنتقل من امام الى امام. سلاح الرسول علامة الإمامة، أي واحد من آل البيت كان عنده السلاح فهو إمام، هذه من الخصوصيات التي أرادها الله سبحانه وتعالى، لذلك ذكرنا في الحلقة الماضية صدر هذا الحديث أن بعض الزيدية في زمان الإمام الصادق ادعوا ان سلاح الرسول صلى الله عليه واله عند عبد الله بن الحسن بن الحسن لماذا؟ لان الامام الصادق لم يقم بالسيف ما قام بالسيف وهم الامام عدهم لكل فاطمي يقوم بالسيف هكذا زين بعض هؤلاء كانوا يعلمون ان سلاح الرسول صلى الله عليه واله علامة الامامة لذا ادعوا ان هذا السلاح موجود عند عبد الله والامام الصادق عليه الصلاة والسلام نفى ذلك. زين من جملة سلاح الرسول درعان احد الدرعين هذا حجمه حجم, حجم عادي بحجم جسم الرسول صلى الله عليه واله. واي واحد من الائمه الذي ورث هذا السلاح واحدا بعد اخر اذا كان يلبس هذا السلاح هذا الدرع وكان يستوي على بدنه يعني جسمه كجسم رسول الله صلى الله عليه واله من حيث الحجم هذا علامه انه يقوم بالسيف. لذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول أبي لبس السلاح ما كان يستوي عليه مئة في المئة أنا لبست هذا السلاح أيضا كذلك إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يلبس هذا السلاح يعني هذا الدرع يستوي عليه يكون بمقدار حجم جسمه هذا أحد الدرعين الدرع الاخر هذا فيه جانب اعجازي. اي امام يلبسه يكون بحجم جسمه. لان الائمه عليهم الصلاه والسلام احجام اجسامهم مختلف كان. ليش؟ لانهم بشر. هذا الجانب ان يكون احجام اجسامهم بحاله واحده ما له خصوصيه. لذلك الله سبحانه وتعالى حسن خلقهم حسن صورتهم لكن لم يجعل اجسادهم من حيث الحجم متساويه من كل الجهات الدرع الثاني هذا درع علامه الامام اي واحد لبسه واستوى على جسمه يكون اماما لذا الجانب الاعجازي كان موجود في هذا الدرع درع امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لبس بحجم جسمه الامام الحسن لبس بحجم جسمه الامام الحسين لبس بحجم جسمه وكل امام يلبسه بحجم جسمه فدرعان درع علامه للقيام والخروج هذا يستوي على جسم الامام المهدي فقط ودرع اخر علامه للامامه يستوي على جميع اجسامهم فدرع الرسول وسلاحه علامه للامامه لذا الله سبحانه وتعالى حفظ هذا السلاح شوف اهل البيت عليهم الصلاه والسلام كان عندهم امتعه هذه الامتعه مرات وكرات نهبت يعني في يوم عاشوراء بعد استشهاد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام نهب رحله. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أرسل هارون العباسي بعد استشهاد الإمام الكاظم، أرسل الجلودي فجاء ونهب بيت الإمام الرضا جميع ما في البيت حتى الملابس حتى حلي النساء. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قضية في رواية مفصلة موجودة في الكافي نهب بيته أمتعتهم نهبت الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام بعد استشهاده الوارث هو الإمام المهدي لكن جاءوا ونهبوا بيت الإمام العسكري استولوا على البيت وعلى أثاث الدار مع أنها ملك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فبالنتيجة في حوادث مختلفة تم نهب راحل وبيوت الأئمة عليهم الصلاة والسلام لكن السلاح لأنه علامة الإمامة هذا السلاح الله سبحانه وتعالى حفظه بطريقة إعجازية لماذا؟ لأنه أي واحد قدر الله سبحانه وتعالى هكذا، أي واحد جاءه السلاح كان هو الإمام. زين إذا هذا كان واحد إنسان من شر خلق الله يجي ينهب هذا السلاح وقد جعله الله سبحانه وتعالى سببا وعلامة للإمامة، يعني راح يصير ذاك شر الناس إمام؟ هذا خلاف الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى عين الأئمة بشروط ومواصفات خاصة: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلُك للناس إماما، قال: ومن ذريتي؟" قال: "لا ينال عهد الظالمين". فإذا لأن السلاح علامة للإمامة، سلاح الرسول صلى الله عليه واله، علامة للإمامة، الله سبحانه وتعالى حفظه لئلا يقع في يد الأغيار. هسه واحد يجي يسأل: شنو اثر ذلك شنو الفائده في ذلك يعني هسه المشكله انه احنا اي حكم من احكام الله التكوينيه اي قضاء من قضائه التكويني اي حكم من أحكامه التشريعيه قضاء التشريعي نعترض عليه نقول لماذا زين الله سبحانه وتعالى حكيم لا يتبع اهواءنا الايه الشريفه تقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ليش بالصيف هذا الحر الشديد ليش بالشتاء هذا البرد الشديد لماذا هذه الامراض لماذا هذه الزلازل لماذا 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 لماذا, لماذا؟ نعترف مره نريد نفهم سؤال مستفهم اذين السؤال مفتاح العلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بس اسال سؤال مستفهم مو سؤال متعنت، مثل ما انت عندما تروح الى طبيب او تجيب مهندس لكي مثلا يبني لك بيتك او يرسم خريطه هو يذكر بعض الامور انت تساله تساله تريد تفهم لا بأس، اما تساله سؤال متعنت مجادل بالباطل كذا هذا مو صحيح، اذا انت ونحن نعتقد بان الله سبحانه وتعالى حكيم ولا يفعل شيء خلاف الحكمه. زين، مره نسال لماذا؟ حتى نفهم لا بأس. كانوا يأتون الى الرسول صلى الله عليه واله ويسألونه، يسألونك عن اليتامى، هذا سؤال تشريعي. يسألونك عن الاهله، سؤال تكويني، يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا. زين؟ فكان يجيبهم كما كانوا يأتون إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام وكانوا يسألون فكانوا يجيبون بالزيادة والنقصان يعني أحيانا يجاوب جواب تفصيلي أحيانا جواب مختصر أحيانا يشوف هذا السائل ليست له قابلية لفهم الجواب أو مو من الصالح أن يقال له الجواب كان يعرض عن جواب سؤاله إلى جواب آخر زين الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته ان يجعل علائم عامه او خاصه للامام حتى الحجه تتم على الناس. حكمه الله سبحانه وتعالى شاءت ان يجعل بعض الاشياء وسائل للولايه التكوينيه كما انه جعل كثير من الاشياء اسباب للامور الطبيعيه. الامور الغيبيه لها اسباب، الامور الطبيعيه ايضا لها. اسباب لان الدنيا دار اسباب ومسببات سواء في الجانب الغيبي او في الجانب الطبيعي، كما انه احنا الان الاسباب الطبيعيه عاديه عندنا النار تحرق، الثلج فيه البروده، الماء فيه الارواء كذا وكذا وكذا، الامور الطبيعيه الفناها هذا السبب وتلك النتيجه وذاك المسبب. كذلك في الأمور الغيبية هسه إحنا علمنا أو لم نعلم لعل الله سبحانه وتعالى أراد من تخصيص السلاح وجعله علامة للإمامة التشريف وأيضا وسيلة للولاية التكوينية ولعل هناك جهات أخرى نحن لم لا نعرفها لأنها أسباب غيبية إحنا حتى الأسباب الطبيعية العلم هل قد متطور والعلماء يتعبون في المختبرات ومع ذلك نشوف كثير من الامور مجهوله لدينا، والعلم بالتدريج يكتشف قسما من حقائق هذا الكون، مع ان هذه امور محسوسه. زين يعني الجانب الغيبي والاسباب والمسببات الغيبيه ايضا كذلك كثير منها مجهوله لدينا. وطريقنا إلى معرفتها ليست تجربة كما في الأسباب الطبيعية، وإنما طريق معرفتنا لها منحصر ببيان الرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام، لأن من الأمور الغائبة عن حواسنا، غيب. ما عندك طريق إلى الغيب إلا أن يخبرك من هو عالم بذلك الغيب، يعني الله سبحانه وتعالى علم رسوله ومنه إلى الأئمة وعلمونا جزءا من ذلك بمقدار استيعابنا ومقدار تحملنا زين في بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى جعل التابوت الذي وضع فيه موسى حينما ولدته أمه تابوت يعني صندوق وأوحينا إلى أم موسى أن, يرضع أن يرضعيه إذا خفتي على موسى ماذا أفعل به؟ خليه في التابوت وألقيه في اليم هذا التابوت يعني هذا الصندوق الذي وضع فيه موسى حين ولادته بعد ذلك الألواح يعني ألواح التوراة جُعلت فيه والله سبحانه وتعالى بطريقة غيبية جعله علامة للنبوة في بني إسرائيل الملائكة كانوا يحملون هذا التابوت ويضعونه على بيت إنسان علامة لبني إسرائيل أن هذا الشخص هو النبي أو هو من الأنبياء علامة للنبوة هذا رحمة من الله لعباده حتى مو كل واحد يجي يدعي النبوة قوترة الله سبحانه وتعالى جعل التابوت علامة زين استخفوا بالتابوت فالله سبحانه وتعالى رفعه منهم وكان هو فيه علامة القوة والعزة فلما رفع عنهم سيطر عليهم أعداؤهم فأذلوهم صادروا أراضيهم ذبحوا أبناءهم أو استعبدوهم إلى أن جاءوا إلى نبيهم إسماعيل أو إشموئيل يعني إسماعيل تعريبه كان من انبياء بني اسرائيل يردون من الله سبحانه وتعالى ان يجعل لهم ملكا عليهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله لاجل انقاذ اراضيهم انقاذ ابنائهم قضيه طالوت المعروفه الله سبحانه وتعالى جعل لذلك علامه ما هي العلامه؟ ان ياتيكم التابوت التابوت اللي الله رفعه فذلوا أنزله الله سبحانه وتعالى تحمله الملائكة لإرجاع عزتهم، وقاتلوا، بقضية المفصلة، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك، رجع الملك إلى بني إسرائيل، فهذا التابوت في بني إسرائيل كانت علا كان علامة النبوة، سلاح الرسول صلى الله عليه واله في هذه الأمة كالتابوت في بني إسرائيل علامة الإمامة فلذا نقرأ هذا الحديث الحديث الأول إحنا شاطر من هذا الحديث تلوناه في الحلقة الماضية وشطر آخر من هذا الحديث يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وإن عندي ألواح موسى وعصاه وإن عندي لخاتم سليمان ابن داود وإن عندي الطشت الذي كان موسى يقرب به القربان وإن عندي الاسم يعني الاسم الأعظم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين نشابه يعني ساهم ينشب في أجسامهم وإن عندي لمثل الذي جاءت به الملائكة يعني تابوت الآيه شنو هي في سوره البقره وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين هذا التابوت كانوا يضعونه امامهم في الحروب فكانوا ينتصرون وان عندي لمثل الذي جاءت به الملائكه ومثل ومثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني اسرائيل. كانت بنو اسرائيل في اي اهل بيت وجد التابوت على ابوابهم اوتوا النبوه. ومن صار اليه السلاح منا اوتي الامامه. ولقد لبس ابي درع رسول الله صلى الله عليه واله فخطت على الارض خطيطه يعني كانت طويله ولبستها أنا فكانت وكانت يعني مو بقياس جسمي لكن قريب منه وقائمنا من إذا لبسها ملأها إن شاء الله يعني تستوي على جسمه في الحديث الآخر الحديث الثاني الإمام الصادق يقول عندي سلاح رسول الله لا أنازع فيه إن لا يتمكن أحد من أخذه مني ثم قال إن السلاح مدفوع عنه يعني الله يحفظه لو وضع عند شر خلق الله لكان خيرهم يعني المقصود هو هذا أنه لأن السلاح علامة الإمامة فالله سبحانه وتعالى لا يدع هذا السلاح يصل بيد شر الخلق لأنه إذا وصل بيد علامة الإمامة لازم يصير إمام هذا خلاف الحكمة الحكمه ان الامام يكون يمتلك صفات خاصه لا يمكن ان يكون شخص لا يمتلك تلك الصفات يكون اماما لذا الله سبحانه وتعالى دفع عن هذا السلاح ثم بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام يتكلم حول الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وان هذا السلاح سيصل اليه وحينما يظهر يفعل كذا وكذا ان شاء الله نذكر ذلك في حلقه قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين